حطورت وصدرت وصدرنا بقى حلو. اولا هل في انواع مختلفه من الفيران؟ حاجه بقى بتورد ايه للبحث العلمي وبتصدر ايه والفرق بينهم ايه؟ بالنسبه للفيران اللي هي بتتورد للبحث العلمي او فيران التجارب، انت معاكي فارماوس، فاورات، في نوع اسمه بابلا سي اللي هو في فار كده اسود من نوع الماوس ده بس جاي تهجين من بره. تمام. دي بيشتغلوا عليه فيران التجارب. عندك الجيني بيج برضو بيشتغل عليه تجارب. الارنب اللي هو الصغير ده اللي شبه الفور، اللي شبه الفار الهامستر. مش بتعمل لقيه خالص. تمام. الفيران بقى اللي هي بتاع التصدير، في فيران صحراويه بيقولوا عليها جربوع، في ناس بتقول عليها جربوع، جخلس انترس، دي الاسماء العلميه اللي هي بنصدر بها بره. كويس. دي الانواع بتاع التصدير، اسعارها تختلف عن دي خالص. فكره التصدير جات لك منين وحققتها ازاي؟ بالنسبه لفكره التصدير انا اكتسبتها عن دكتور اسمه الدكتور حسام درويش في مدينه ناصر. اول واحد اتعملنا ولسه موجود على قيد الحياه، هو اول واحد اتعلمنا منه شغله التصدير دي. ما كناش نعرف ان الحاجه دي لها قيمه وبتجيب قيمه كبيره في فلوس كتير. كنا متعودين ان احنا نجيب الفرن بنجيبه مثلا ب 10 جنيه نبيعه ب 15 جنيه، ما نعرفش ان اسعاره بره ابو 10 جنيه بيتباع ب 10 دولار. يعني الفرق العمله حاجه كبيره، ده دي حاجه ببسط لك بحاجات بسيطه. لكن في حاجات اضعاف 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 يا باشا هتتحسد. اللهم بارك. لا ربنا يخليك. انا ليه يا فندم صممت اجي لحضرتك المزرعه؟ فكره ان في ناس من اهالينا بتشغل دماغها بره الصندوق، فكره ان نربي فراخ، نربي طيور، ماشي ما كتير، اللي حضرتك بتعمله نادر، فانا محتاجه اوصل للمشاهد ان فكره ناس بتضربها بالشبشب ممكن تحقق ملايين. بالنسبه لحاجه بسيطه خالص عند الراجل اللي هو على قد حاله، مثلا لاح على قد حاله، عنده قطعه ارض مثلا 200 متر. تمام. لو عمل مشروع بسيط خالص وجاب شويه ارانب اللي هي الزوزه او الجيني بيجا اللي هي الصغيره زي الفيران دي، جاب له 200 واحده بس. لو قلنا الواحده اشتريها مثلا ب 50 جنيه، حلو، هيجي في السنه يلاقي نفسه بيبيع كل سنه من ورا الحاجه دي حاجه ما بتتنظرش، كل سنه يكسب 20-30 ألف. كل سنه بيكسب 20-30 ألف جنيه من بند واحد. يعني حضرتك بتقول للناس ممكن في مساحه صغيره برقم صغير تعمل حاجه مطلوبه بره.